استوعبت الأمم المتحدة خطر الحشد الميليشياوي، وذلك عبر ما نقله غسان سلامة في إحاطته المقدمة إلى مجلس الأمن، والتي شدد فيها على وجود مرتزقة أجانب وجماعات إرهابية تقاتل داخل طرابلس، وهو الأمر الذي لطالما أكدته القيادة العامة بالأدلة والبراهين، وحذرت من خطورة تواجدهم داخل العاصمة وبين المدنيين. سلامة رفض الصمت عن تجنيد المرتزقة الأجانب في صفوف الحشد الميليشياوي والذين ترعاهم حكومة الصخيرات. والأسوأ من ذلك أو أكثر إقلاقاً هو مؤشرات تسليم ترسانات من الأسلحة إلى جانب إلى طرف أو آخر، والتي تقع في يد الجماعات الإرهابية أو تباع إليهم. بعض العناصر المتطرفة سعت إلى إطفاء الشرعيات على نفسها عن طريق الانضمام إلى المعركة، وهذه وصفة لحدوث كارثة ليس فحسب لأمان وسلامة الليبيين أنفسهم، ولكن لجيران ليبيا والسلم والأمن الدوليين. بهذه العبارات حسم سلامة موقفه من الحرب في طرابلس، وتحدث عن الأسلحة الجديدة التي سلمت إلى الجماعات الإرهابية بتواطؤ من بعض الدول، مشيرا إلى دعم خارجي للحشد الميليشياوي من دول تسعى إلى تدمير ليبيا عن طريق الزج بأفراد الميليشيات للقتال بالنيابة عنهم، موفرة لهم الدعم المادي بالأسلحة والطائرات، والتي استهدفت الكثير من الضحايا المدنيين. سلامة قال في إحاطته أن هذا الدعم المقدم من الدول الخارجية لم يقتصر فقط على السلاح، بل رافقه مقاتلون وطيارون وفنيون أجانب. هذه الحقائق كشفتها قوات الجيش الوطني عند ضبطها لآليات ومعدات أجنبية خلال العمليات العسكرية في طرابلس، ليقف عندها اليوم غسان سلامة ويؤكد على التدخلات الخارجية، منها ما كان مقدم من قطر وإيران وتركيا، والذين جعلوا من طرابلس حاضنة للإرهاب. ولم يستطع سلامة هذه المرة تجاهل التواجد التركي في صفوف الميليشيات، حيث أرسلت تركيا الطائرات والجنود على الأراضي الليبية، وكانت سبباً رئيسياً في استجلاب الإرهابيين من خارج ليبيا وخاصة من سوريا. وبهذه الإحاطة يضع غسان سلامة حكومة الصخيرات وميليشياتها في مأزق عميق أمام مجلس الأمن. روان العبيدي، ليبيا الحدث.